اهلا وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم اليوم في فيديو جديد. في الفيديو ديال اليوم غنشوفوا الدرس ديال لوكسيغوز او الدوده الدبوسيه. كنتمنى ان الشرح يفيدكم، كنتمنى ان الشرح يوصل لكم. حاولت انني نختصر لكم الدرس كالعاده ونخلي لكم المعلومات مهمه. ما تنسوش الى عجبكم الفيديو تخلوا لي لايك ديالكم. الا كنتو جداد في القناه ما تنسوش انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش هكا يبقى يوصلكم ديما الجديد. نخليكم مع الفيديو. لوكسيغوز او الدوده الدبوسيه هي طفيلي باغازيت ناجم عن دوده صغيره دو لا فامي دي نيماتود. بالنسبه لهذا الصنف ديجا شفناه في الدرس اللي فات ديال لي باغازيت، ويصيب هذا الطفيلي الأطفال عن طريق أغذية أو شراب ملوث أو عن طريق الأيادي، وكذلك يمكن أنه ينتقل من الأطفال إلى البالغين، يعني ممكن أنها تكون واحد الكونتاميناسيون. يصاب الأطفال بابتلاع بيض هذا الطفيلي ويفقس هذا البيض في الأمعاء في الانتستان. تهاجر الطفيليات البالغة إلى الهامش الشرج يعني لامارج أنال. وبالنسبة لهذا الباغازيت اللي كندويو عليه اليوم في هذا الدرس، فبين قوسين هو اللي بالدارجة كنقولوا ليه دوك الحنيشات اللي كيكونوا في الدراري الصغار، كيكونوا فيهم في لانس ديالهم، وكيكونوا هما يا بيضين اللون ديالهم ابيض، فهما اللي كندويو عليهم بالضبط في هذا الدرس. وهذا الطفيلي لا يختلط بالبراز رغم وجوده بالشرج، يعني ما كي ولو انه كاين في الشرج او في الفلانوس فما كيختلطش بالبراز، يعني فاش كيكونوا دوك الافرازات نسبة قليلة ديال هاد الباغازيت اللي كتخرج في البراز، ولكن الأغلبية كيبقى لاصق حيت فيه واحد المادة وكيبقى لاصق في لانوس، مما يصعب تحرير الشرج من هذا الطفيلي وتسبب هذه الديدان حكة في الشرج. يستمر هذا الطفيلي في التطور ويفقس داخل الجسم، وحتى لو خرجت البويضات مع البراز يمكنها أن تعيش في التربة أو الفراش أو الملابس لعدة أسابيع طويلة، يعني حتى هذوك البويضات اللي كيقدروا يخرجوا في البراز فكيقدروا أنهم يعيشوا سواء في الفراش ديالك سواء في الملابس الداخلية ديالك سواء في التربة، يعني كيبقاو لعدة أسابيع، ماشي عنفوا كيخرجوا في داك البراز يعني أنهم كيموتوا لا، فكيعيشوا هاد الشيء اللي كيسبب أنها تكون عدوى. ويمكن أن تتسبب بعدوى ذاتية عن طريق الأظافر أو ملامسة لانوس يعني الشرج أو عن طريق المصافحة لأنها تلتصق باليد رغم غسلها، أو عن طريق النوم في فراش المصاب أو ارتداء ملابسه الداخلية. كما يمكن أن تنتقل العدوى بسبب الغبار لأن بيض هذه الدودة صغيرة جدا وخفيفة يسهل انتقال عبر الغبار، وتحدث عدوى عند استنشاقها. فكما شفتوا فكتقدر أن ديك العدوى تكون ذاتية، يعني يكونوا هذوك لي باغازيت فيك وأنك يلقصتي لانوس ديالك مثلا في أثناء الغسل، أو أنك بقالك داك البيض ديالها في الأظافر ديالك، يعني إلا كانوا الأظافر ديالك طوال يعني ضروري ان يعني بالنسبه للاطفال او الناس اللي كيكونوا فيهم هاد الباغازيت انهم يحرصوا على النظافه ديال الايدي ديالهم، وانهم يقطعوا الضفار الا كانوا عندهم ضفار طوال، فممكن انك تعاود تنقل ديك العدوى ليك حيت هما كيلصقوا في اليدين وكيبقاو، ولو انك كتغسلهم غير بالماء فممكن انك تعاود تاكل شي حاجه يعني وكيبقاو فيك. هذا الشيء اللي كيسبب ان هاد الباغازيت كيبقى في يعني سواء لي بيبي سواء الاطفال سواء الناس الكبار كيبقى فيهم مده طويله. حكة على مستوى الشرج خصوصا في الليل، آلام في البطن، كوابيس يعني الكوشمار، قلق وتوتر عصبي، ملاحظة ديدان صغيرة بيضاء في البراز. وبالنسبة للبنات حكة مهبلية وآلم أثناء التبول. يتم تأكيد التشخيص عن طريق سكوتش تيست يعني واحد الشريط لاصق شفاف كنديرو في لانوس ديال المصاب باش كنتاكدوا انه واش كاين هاد لي باغازيت او لا. بالنسبه للتريتمون فاول حاجه هي النظافه، النظافه ديال اليدين بالماء والصابون، نظافه ديال الملابس، ويستحسن غسل الملابس الداخليه بالماء الساخن لقتل هذوك البويضات، يعني ضروري يعني الناس اللي مصابين بهاد لي باغازيت ان الملابس ديالهم الداخليه انهم يتغسلوا بالماء سخون
الصابون يعني داك الصابون العادي اللي كنقولوا له صابون الحجره، يعني الصابون داك العادي اللي ما فيهش ريحه، من الاحسن انه هو اللي تغسل بهم الملابس ديالهم. من الاحسن ان النظافه ديال اليدين، يعني النظافه بالماء والصابون ضروري. والاظافر اللي كانوا عندهم كيف قلت لكم انهم يحيدوهم، يعني يردوا البال، يعني الفراش ديالهم يتبدل، ما يجيش شي واحد اخر ينعس في الفراش ديال داك المصاب. الملابس الداخليه كتبقى شي حاجه شخصيه، يعني ما ولو يكونوا دراري صغار خوش او هذا، يعني ماشي هاد الملابس الداخليه ديال هذا تلبسيهم لهذا او ها، يعني كل واحد يحتفظ بالملابس الداخليه ديالو. حاجه اخرى، يعني اول حاجه كتكون في التريتمون هي النظافه، ثاني حاجه كيكون تريتمون ميديكال اونتي بارازيتير، وكيخرج الطبيب على حسب لاج وعلى حسب يعني الحاله ديال كل مريض. فهذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم، كيف العاده كنحاول نختصر لكم لو ماكسيموم، نعطيكم الحوايج اللي مهمه والمعلومات اللي مهمه واساسيه. كنتمنى ان الشرح يكون وصل لكم، كنتمنى انكم تستافدوا من هذا الفيديو. وما تنساوش كيف العاده الا عجبكم الفيديو تخلوا لي لايك ديالكم، راه فريمون هما اللي كيشجعوني وكيحفزوني انني نعطيكم اكثر، انني نحط لكم دي فيديو اكثر. وما تنساوش الا كنتو جداد في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش كيبقى يوصلكم ديما الجديد. وبالنسبه للناس اللي مازال كيسولوني فين يقدروا يتواصلوا معايا في الخاص، فراه كنخلي لكم ديما الانستغرام ديالي في صندوق الوصف، وغادي نخلي لكم هنا في الجن. حاجه اخرى هو انني كنشارك معكم شي حوايج في الانستغرام اللي ما كنشاركهمش معكم هنا في اليوتيوب، فمرحبا باي واحد في الانستغرام ديالي، ومرحبا باي واحد عنده شي تساؤل او شي موضوع باغي يدوي معايا في الخاص. وفانفو كنشوف لي ميساج في الانستغرام او في الفيسبوك فكنجاوب عليهم ديك الساعه، يعني غير انفو كنكون مساليه كنشوفهم فكنجاوب عليهم، ولا تعطلت عليكم في الرد فما ديروش مني قلة الصواب، غير مع الوقت انفو كنكون مساليه وكندخل كنقرا لي ميساج كنجاوب في ديك الساعه. فهذا ما كان، وما نطولش عليكم فيديو اكثر من هكذا، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم، تهلاو في راسكم، باي باي.